ما بعد، هذا هو المجلس 27 بعد 300 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عوف، حدثني أبو المنهال عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، قبل أن نبدأ بالكلام عن هذا الباب، نحن ختمنا المجلس السابق في حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قاعدة اليهود، وذكرنا في تضعيف الكلام أنه ينبغي حمل هذه القاعدة على الصلاة. نعلم أن بعض المشايخ يرى أن هذا عام في أي جلوس، وأنه إذا جلس الإنسان الجلوس العام في بيته، في السوق، في كذا، أنه يعني ينهى عن ذلك، لكن هذا الذي لا نختاره في هذا الأمر. وهذا الأمر، القول بأنه في غير الصلاة، هذه قضية اجتهادية لا ينكر على صاحبها، ولكن الشأن في اتباع الراجح واتباع الدليل، وليس في اتباع فلان أو فلان. حتى إنك ترى الرجل، يرى الرجل وضع كفيه على الأرض واستند إليهما، فيأتي واحد ويزيل يده حتى يسقط، يقول له الشيخ فلان يقول هذا حرام. طيب، هذا يعني ليس هكذا هو الدين. نحن عندنا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لكن قال شيخي، هذا كلام ليس هو الدين، ولا ينكر بناء على فتوى الشيخ، لا ينكر على الناس بناء على فتوى الشيخ، وإنما أنا أتعلم من الشيخ وأخذ بفتوى. أما أنكر على الناس وأضرب يد الرجل حتى يسقط على الأرض وأقول له هذا الدين، لا، هذا غير صحيح. بل لو كان هذا صحيحا في نفسه، يعني أنه هذا هو المطلوب، ما ينبغي أن يكون الإنكار من إنسان ليس عنده علم، ومن إنسان فظ غليظ بهذا الشكل. وعلى كل حال، فهذه أحاديث تتعلق بهذا الباب، سيقرأها علينا الشيخ محمد، بحيث أنه أرجو أن تدققوا في الأحاديث. أولا، سننقل ما قاله شيخنا في أصل الصحيحة. عارفين الأصل الصحيحة؟ مش بالسلسلة، مش في أصل الصفة، مو بصفة الصلاة، وإنما في الأصل اللي هو الثلاث مجلدة. تفضل. قلتم أحسن الله إليكم، قال شيخنا أي الألباني رحمه الله. قبل هذا في هنا من فوائد جمع الروايات دراية ورواية. يعني إذا نظرنا في حديث فجمعنا روايته، من فوائدها من حيث الدراية ومن حيث الرواية، ماذا؟ ما هي فوائدها؟ بعد ما ننتهي أريد منكم أن تذكروا لنا إيش فوائد جمع هذه. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، قال شيخنا في أصل صفة الصلاة في المجلد الثالث في الصحيفة 35 و800، أخرجه أبو داود والحاكم أيضا، وعنه البيهقي. إيش اللي أخرجه أبو داود؟ عن إيش نتكلم نحن؟ الحديث الآتي، الحديث الذي ذكرناه، اللي هو حديث الشريد، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضع يده اليسرى خلف ظهري واتكأ على آلية يديه، أو واتكأت على آلية يدي، فقال: أتقعد قاعدة أو قعدة المغضوب عليه. هذا. نعم. قال: أخرجه أبو داود والحاكم أيضا، وعنه البيهقي وأحمد والطبراني، وعنه ضياء المقدسي في المختارة وابن حزم في المحلى، كلهم عن عبد الرزاق به مختصرا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. زاد الحاكم في رواية اليسرى وقال: واحدة أن نهي على إيش؟ نعم، أن يجلس الرجل في الصلاة. وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا أيضا. يعني حديث صحيح وبإسناد على شرط الشيخين. نعم. وقد رواه أبو داود بلفظ
نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة، فقوله إذا نهض زيادة ضعيفة لأنها من طريق محمد بن عبد الملك الغزال. يعني الذي الضعيف هو أنه في الصلاة، ولا الضعيف أنه إذا نهض في الصلاة؟ إذا نهض. أما هي في الصلاة، نعم. وهو وإن كان ثقة فإنه كثير الخطأ كما قال مسلمة، وقد خالف الثقات في هذه الزيادة فهي مردودة. هذا وقد تابع معمرا عبد الوارث لكنه أوقفه وخالفه في متنه، فقال عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه أبو داود. وعبد الوارث هو ابن سعيد بن ذكوان، وهو ثقة ثبت كما في التقريب، فلعل ما رواه قضية أخرى، والله أعلم. يعني يفترض أنه ممكن تكون قضية أخرى لأن تشبيك أصابع، لكن مع ذلك قال تلك صلاة ولا اليهود تلك صلاة المغضوب عليهم. طيب. قال: وأما اللفظ الآخر فأخرجه الإمام أحمد من طريق آخر، فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا هشام يعني ابن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال فذكره، وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم، وقد أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق أخرى عن هشام به موقوفا بنحوه، يعني وله شاهد. هذه شواهد، منها ما هو موقوف عن عمر أو ابن عمر، ومنها ما هو مرفوع من شاهد عن عمر أو ابن عمر غير حديث الشريد. نعم. وله شاهد وهو الآتي، هو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة فذكره. ليكون هذا بعد انتهى ولا ما زال؟ لا لسه ما كمل. أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة فذكره، ذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عليه مشيرا بذلك إلى صحته. لا شك بتصحيح، يعني عبد الرزاق رواه في مصنفه عن ابن جريج وشيخه، واضح؟ وابن جريج روى عن ابن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا شكل، هذا اختصار أظن ولا لا؟ عن ابن الشريد عن النبي؟ عن أبيه عن أبيه. إسناد صحيح متصل، وقد صرح يعني ابن جريج في بعض الروايات، لكن في الحديث بألفاظ أخرى. على كل حال يعني عنعنة ابن جريج هنا مجبورة بكثرة الروايات، وهنا رواية عبد الرزاق إسنادها لا إشكال عليه، ومع ذلك تصرح فيها بأنه في الصلاة. الصلاة ولا في المسجد؟ في الصلاة. نعم. قال: وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجه أبو داود وأحمد من طريق عيسى بن يونس أخبرنا ابن جريج به دون ذكر الصلاة إلى قوله: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. نعم، لاحظ أنه حتى الرواية التي عند ابن جريج رواية أخرى غير الرواية الأولى اللي هي من طريق من؟ عبد الرزاق، هذه عن طريق عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ليس فيها ذكر الصلاة والتتمة بعد، ليس فيها ذكر الصلاة. نعم، بعد إنها صلاة اليهود. نعم، المهم أنه قال صلاة اليهود، ما ذكر أنه كان يصلي، لكن هذه الصفة تدل على أنه كان في الصلاة. نعم. وفي لفظ هو حديث عيسى بن يونس نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة بدون، أي لكن ذكر من رواية ابن جريج رواية ثانية بدون ذكر الصلاة، مع أن المشهور من رواية ابن جريج ذكر الصلاة، واللي هنا أيضا من رواية ابن جريج، أي ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه، نعم، يعني بدون ذكر الصلاة، هذه الرواية بدون ذكر الصلاة، هل بين أيدينا ما فيها ذكر الصلاة، ما فيها ذكر الصلاة، وهذا هذه الإشارة هي التي جلبت علينا المشكلة ابتداء، واضح؟ لكن إيش قال بعدها الشيخ؟ قال: وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر أيضا هي قعدة المغضوب عليهم. هذه الألفاظ هي التي أشكلت، أنه بدون ذكر الصلاة هي عبارة عن روايات ما فيها ذكر الصلاة، جلسة الذين يعذبون، المغضوب عليهم،
قعدة اليهود، كلمات مثل هذه. فلما لا تذكر هذه القصة ضمن أو الحديث ضمن القصة الواردة أو ضمن الألفاظ التي جاءت في الروايات الأخرى، جاءت بدون ذكر الصلاة، فهذه يمكن أن تحمل على أي جلسة، بحيث يمكن الإنسان يكون جالسا جلسة مثلا فيها وضع اليد خلفه متكئ عليها، وبهذا الشكل يكون قد خالف ظاهر هذه الجمل اللي هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يقال أنه هل نعتمد هذه الجمل ونطرح بقية الروايات التي تصرح بأنه إنما قال ذلك لمن كان في صلاته يفعل ذلك، وصرح بأنها صلاة المغضوب عليهم، وجاء في بعض الروايات جالسا في المسجد بدل كلمة إيش في الصلاة، ولا إشكال في النهاية إما أن يحمل المطلق على المقيد الذي جاء في مواضع أخرى أو أن يكون هذا وهذا. والأصل في النهي، الأصل في النهي إذا كان الشيء، إذا كان النهي منصبا على شيء معين وهي قاعدة معينة، هذه قاعدة ما فيها اختلاف، ما فيها إشكال، واضح القاعدة إيش المطلوب منها، وقلنا التشبيك هذا يمكن تكون إيش موضوع آخر. والنهي وارد عن قاعدة الذين يعذبون، إذن عندنا الحكم وأثر هذا الحكم والسبب متحد، فكيف لا يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فعلى فرض أنه لا يحمل. الأصل عدم التحريم إلا إذا تبين أن هذا هو المحرم وليس غير هذا. لذلك احنا نقول الأصل أن نحمل المطلق الذي فيه ليس عدم ذكر أن هذه في الصلاة وكذا على المقيد، وهو أن ذلك في الصلاة، ولا سيما أنه جاء في بعض الروايات أن الجالس كان يصلي أو في المسجد، والثانية والصورة الثانية أنها جاءت وصف الذين يفعلون ذلك أنهم أنها صلاتهم، صلاة المعذبين، صلاة اليهود، صلاة قعدة. نعم كمل. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قلتم لحد الآن كلام شيخنا ناصر رحمة الله عليه واضح؟ اي. قلتم أحسن الله إليكم، مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قصدتها، لأن رواية المصنف أنا وقفت عليها ما رأيت فيها الاتصال هذا، يعني ابن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مش عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا ابن الشريد ثبت من رواية أخرى أنه أخذه عن أبيه فانتفت المشكلة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة هي قعدة مغضوب عليهم إذا جلس. نعم. وفي حديث السراج قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا في الصلاة فقال ما يجلسك في صلاتك جلوسا قعدة المغضوب عليهم. جميل. نلحظ أن هذا الإسناد صرح فيه ابن جريج بالتحديث ولا لا؟ صرح. وهذا شاهد، هذا ما هو حديث ابن الشريد، هذا حديث ابن عمر واضح، ومن فتوى ابن عمر، لكن مثل هذا يقال من قبل الرأي؟ ها؟ لا يقال من قبل الرأي. نعم. وفي مسند السراج باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. لاحظ الآن حتى التبويب، هذا السراج جزء في أحاديث، يعني التبويب إيش بوب؟ باب أن النبي أن يجلس ولا نهى أن يجلس؟ نهي النبي يبدو نهى أن يجلس. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وأحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. هذا يعني مصرح، معنى ذلك أن ابن عمر أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناد واضح. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا في الصلاة فقال ما يجلسك في صلاتك جلوس قعدة المغضوب عليهم. وفي الجامع الصحيح للسنن والمسانيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وفي رواية معتمد على يده اليسرى، وفي رواية وهو يعتمد على يديه، وقال إنها صلاة اليهود، وفي رواية هي قعدة المغضوب عليهم. انتهى. نعم، عند روايات لحديث واحد، يعني الـ 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 هذا الجامع المسانيد يذكر الحديث الواحد برواياته. انتهينا، أرجو أن تكون وصلت الرسالة. هنا قال باب النهي عن السمر بعد العشاء، السمر يعني الجلوس والحديث وتجاذب أطراف الحديث، وربما يكون فيه نوع من اللهو، فهناك نهي، والنهي يشمل أمرين. الأمر الأول أنك قبل العشاء تنام مثلا. لماذا؟ لأن إذا نام الإنسان قبل العشاء قد تفوته العشاء. وعن الحديث بعد العشاء لأنك إذا سهرت بعد العشاء ربما تفوت صلاة الفجر، فالمقصود الحفاظ على هذه. لكن إذا اضطر الإنسان للنوم قبل العشاء من أجل أن يعني خوفا من أنه لا يستطيع صلاة العشاء، لا يستطيع قيام الليل، ونومه قليلة دقائق، لا بأس بذلك. كذلك الحديث بعد العشاء ليس على وجه اللهو، وإنما الحديث إما فيما بينه وبين أهل بيته، أو الحديث فيما في مصلحة الأمة، في مجلس علم، في كتابة ونسخ الأحاديث، في عرض الكتب ومطابقتها مع أصول المشايخ أو النسخ المطابقة على الأصول، وهكذا. فقال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها أي العشاء والحديث بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في التناجي. فيه الرجل يجلس متربعا ما عنده، حديث عثمان بن أبي شيبة. نعم. باب الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. نعم، يعني أنه لا بأس بالتربع، لا بأس بالتربع في الجلوس. وهذا الحديث قال فيه المحقق إسناده حسن، يقصد بسبب سماك بن حرب، يقول صدوق حسن الحديث إلا في رواية عن عكرمة. يعني عند التفصيل لابد من ملاحظة أن الراوي عنه في هذا الحديث من؟ الثوري. وعكرمة إنما حصل له يعني التغير متأخرا، رواية الثوري رواية شعبة عنه، يعني هو ثقة في عن سماك، يعني رواية الثوري وشعبة عن سماك هي في أثناء إتقانه وحفظه، يعتبر ثقة فيما روى عنه سفيان وشعبة، وإنما يعاب عليه ما روى عن عكرمة فقط روايته فيه مضطربة، وما روى متأخرا فإنه حسن الحديث لأن اضطراب خاص في روايته عن عكرمة، يعني يكون صدوقا إلا فيما روى عن عكرمة فمضطرب الحديث، ولكن ما رواه عنه المتقدمون الذين منهم سفيان ويعني من كان في شعبة فإن حديثه فيه إيش؟ فإنه يكون في حديثه ثقة حينئذ. لابد من هذا التفصيل، إذن هذه ثلاث مواضع مش موضوع واحد. فالإسناد حسن ولا صحيح؟ إسناد صحيح، ما فيه إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في التناجي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. كمل.
قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأرضعه؟ قال لا يضرك. نعم، هذا التناجي ما هو؟ أن يكون جماعة وينفصل اثنان في حديث لا يسمعه البقية، هذا التناجي، هذا التناجي. والتناجي يكون مع اثنين، مع الثالث ومع الرابع ومع خامس، كما جاء في الآية، كل ذلك تناجي. التناجي هو أن يكون اثنان يسر أحدهما الحديث إلى آخر مع وجود آخرين لا يسمعون ذلك الحديث، لا يعتبر تناجيا إلا إذا كان هناك من لا يسمع الحديث من المجموعة. فإذا كان الذي إذا كان الذي اعتزله الاثنان في الحديث ولم يعتزلوه في المجلس، إذا كان واحدا فإنه منهي عن ذلك إلا إن استؤذن لذلك الحاجة. يعني واضح؟ إذا النهي منصب على ما إذا كان الثالث هو الذي لا يسمع، فإن ذلك يحزنه، لأنه إذا كنت أنت يعني بينهما ورأيتهما يعني يتناجيان فهذا شيء يعني يشعرك بنوع من الحزن، حتى لو أنك أحسنت الظن أنهما لا يتكلمان عليك، لكنهما انفردا عنك بالحديث، ولو كنت عندهما مثل كل منهما عند الآخر لجمعاك في حديثهما، هذا أحزنه، وهذا هذا منهي عنه، ما ينبغي. أما إذا انفصل اثنان عن جمع من الناس رابع خامس فمجموعة، يعني لك ما يواسيك في بقية المجموعة. ذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عن ذلك أنه ولو كان الرابع موجودا فقال يعني لا يضرك، أو كما قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه ثم رجع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم، أيضا قال إذا قام، باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. ما هي صورة الذي يقوم من مجلسه ثم رجع؟ يعني يمكن أن يدخل في ذلك عدة صور، فهل كل من قام من مجلسه ثم رجع فهذا يستحق مجلسه؟ يفرق بين من يقوم قياما نهائيا ويعرف منه أنه ودع القوم وخرج فجلس واحد بدلا منه، وبين من يظهر من قيامه أنه سيعود، كما لو ترك مثلا أحيانا الإنسان يكون عند واحد من الإخوة وكذا يتغدون أو فيدع الغترة أو يدع البشتة وكذا ويقوم يتغدى لكن مكانه محفوظ، أو أنه معروف أنه إذا انتهوا سيعود إلى مثلا شرب الشاي أو كذا، أو أنه يكون في المسجد بكر صلاة الجمعة مثلا أو غير ذلك، ولكن طال به الوقت فاحتاج إلى أن يتوضأ فيترك ما يدل على وجوده ويخرج، أو أنه يقول لبعض الناس أنه انتبه أنا سأتوضأ وأعود، هذا ما هو ممنوع، يعني هذا اللي يسموه الآن حجز هذا ما هو ممنوع، لكن ليس معنى ذلك أن يأتي رجل فيحجز مكانا لآخر. ليش؟ لأن أول من يأتي سيكون أحق بالمكان من الذي حجز له وليس موجودا، حينئذ لا يجوز لأحد أن يحجز لأحد مكانا إذا حضر إنسان والصف ليس فيه مكان، يعني صف كامل إلا موضعا وقد حجزه واحد، وجاء آخر وليس له مكان في الصف إلا هذا المكان، أي الناس أحق به؟ الذي حضر، وليس كل حجز يقبل. واضح؟ أما إذا كان هو موجودا أصلا وكان يقرأ القرآن أو كذا ثم حدث حادث واضطر إلى الرجوع للخلف والعودة فحينئذ هو أحق بمكانه من غيره، وهذا الأصل. نعم. قال رحمه
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. هذا يعني لا يصح، هذا لا يصح، لا أولا لأن فيه تمام، وتمام بن أبي نجيح وهو يعني قال فيه البخاري فيه نظر، تعرفون البخاري يعني إيش يقولون عنه، كان لطيف العبارة. المهم أنه ضعيف، هناك من ضعف من أهل العلم. وأما كعب الأيادي هذا فقال فيه ابن حبان، روى له ابن حبان في أورده ابن حبان في الثقات، وروى له هذا الحديث، لم يورده ساكتا عليه، لأن قانون ابن حبان في الثقات أنه لا يعني أنه لا يورد فيه إلا من هو إلا من روى عنه ثقة، وروى عنه ثقة ولا يأتي بمنكر، على خلاف ذلك يبين، هنا بين فقال روى عنه تمام بن أبي نجيح وهو ضعيف وأورد هذا الحديث. إيش يعني؟ يعني لم يروي عنه غير هذا الضعيف، وبالتالي مثل هذا لا يعتبر ثقة. فليس كل من أوردهم ابن حبان في ثقاته أوردهم فوثقهم، وإنما أوردهم ليعرف بهم، فمن سكت عليه أو وثقه اختلف الحكم. يعني فالأصل فيه الثقة عند ابن حبان، ومن لم يوثقه أو لم يسكت عليه فبحسب ما تكلم عليه. لكن يفرق بين من أورده ابن حبان من غير التعليق عليه، فهذا الذي يقال فيه وثقه ابن حبان بمعنى أنه أورده في كتاب الثقات، وبين من أورده فوثقه وقال إنه متقن أو قال إنه كذا، فإن هذا التوثيق ليس هو التوثيق ابن حبان الذي يتكلمون عليه اللي هو التسامح، لا، هنا الآن الكلام مختلف، وهذا التوثيق مثل من ابن حبان بهذا الشكل هو أرقى من توثيق ابن حبان المشهور، يعني لا ينظر إلى تسامح ابن حبان حينئذ في ذلك. فانتبهوا، هذه المعاني مهمة. فالإسناد إذن مبشر الحلبي يعني حسن الحديث، على كل حال الحديث إسناده ضعيف لا يصح فلا يؤخذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن صباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. هذا أولا تبويب هذا نسخة، يعني ما موجود في جميع النسخ، فيحتمل أن يكون هذا الحديث والذي بعده من نفس الباب السابق، ويكون فيه إشارة من أبي داود رحمه الله تعالى، سواء كان بالتبويب أو بدون التبويب، إلا أن الأصل في المجالس ليست مجالس اللهو وكذا، والله يعاد إلى مجلس اللهو أو مجلس الحرام وقل نقول هذا أحق، لا، وإنما المقصود في مجالس فيها خير، مجلس في مسجد، مجلس في مجلس علم، مجلس فيه ذكر، فيه سؤال وجواب وخير وذكر الله عز وجل، فهذا يعني كأن أبا داود يرى أن هذا الحق ينبغي أن يكون في المجالس التي فيها طاعة، وليس المجالس اللي فيها معصية، لأن المجلس الذي لا يذكر الله فيه هذا معصية. يعني إذا جلس يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الأصل في الكلام الكراهة وليس الإباحة، الأصل في الكراهة في الكلام لأنه مكروه، يعني أي إنسان يتكلم الأصل أنه كلام مكروه، حتى إذا تكلم، فإذا تكلم في طاعة في خير أبيح له الكلام. يعني الكلام ليس بين مباح ومحرم، لا، حكم الإباحة لا يجري فيه الكلام إلا فيما إذا كان فيه خير وكذا، وبالتالي هذا إباحة وزيادة الخير
أو يكون فيه من ال يعني من اللغو والخير ما يجعلهما في الميزان، يعني هذا يفني هذا ويبقى من غير أجر. أما أنه يأخذ أجرا أو أنه يعني يسلم يتكلم من غير خير ما فيه سلامة. واضح؟ طيب، ومن أدلة ذلك هذا الحديث، لأنه قال: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون فيه، لا يذكرون الله فيه. الآن ما ذكر أنهم وقعوا في حرام، ولا ذكر أنهم وقعوا، لكن ما الذي سيكون؟ يعني عندما لا يكون هذا المجلس لم يقل منهم واحد الله، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، أو أستغفر الله. طيب هذا لا يمكن أن يكون يعني يتدرسون القرآن. إذن ما الذي سيتحدثون به؟ في الغالب يذكرون فلانا، يتناولون أعراض الناس. فهذا الكلام متن وقذر، ولا إيش جفة الحمار؟ ماذا في حمار ميت وهو مجيف، يعني وقع يعني مات ثم انتفخ حتى خرج نتنه. إذن ما هو التشبيه؟ يكون كلامهم كجيفة الحمار نتنا وقذارة. كم من الناس يجلسون مثل هذه المجالس؟ ها؟ فيحذر الإنسان ويعلم أنه يعني بعض الناس يقول لك يعني خلاص نجلس إحنا كل 5-6 مجالس نذكر الله مجلس من المجالس. أولا هذا المجلس فيه كراهة، ثانيا هذا المجلس سيتحسر عليه الإنسان يوم القيامة حسرة دائمة كما يأتي في الحديث الذي بعده. على كل حال حديث صحيح لكن لغيره. أولا فيه إسماعيل بن زكريا، وهو يعني في حفظه شيء قليل لا يؤثر إن شاء الله تعالى. فهو حسن الحديث، قال فيه الحافظ حجر: صدوق يخطئ قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. إيش يعني ترة؟ حسرة، حسرة، حسرة دائمة. نعم. هذا في محمد بن عجلان، وقلنا محمد بن عجلان صدوق يعني اضطربت عليه بعض أحاديث أبي هريرة. يقول ابن إيه قال ابن إيش قال اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن صحيح قلنا أنه الأصل في هذا ما كان من روايته عن سعيد المقبري. أحيانا كان يروي عن سعيد المقبري، وأحيانا يروي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن سعيد عن أبيه، وأحيانا يروي عن الثالث إيش قلنا اسمه، نسيت اسمه الآن. المهم في النهاية أنه هذه الإشكالية اللي وردت في حاله، لكن هذا الحديث له من تابعه عن سعيد المقبري فلا إشكال إن شاء الله تعالى. فيه أنه كان يعني يوافق الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عفوا، أن سعيد بن أبي سعيد المقبورية حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، لا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن، كما يختم الخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هذا الحديث الذي يسمى كما قال هنا باب في كفارة المجلس، يعني أنه إذا انتهى من المجلس فكفارته، طبعا المجلس حتى لو كان فيه ذكر الله، فالمتكلم حتى في ذكر الله إما أنه قصر في الكلام في ذكر الله وفرط في التدبر والتأمل، وإما أنه اعتدى بذكر ما لا يرضي الله عز وجل، وكل من هذين يحتاج إلى كفارة، فكفارته أن يقول هذه الكلمة. ورد في هذا الحديث عند قيامه، يعني عند الخروج من المجلس 3 مرات، هذه 3 زيادة في هذا الموضع، يعني زيادة من بعض الرواة وليس موجودة في بعض الرواة الرواية الأخرى،
فيعتمد الأقل حتى يعني يعتمد الأقل وليس الأكثر إلا إذا كان الذي يزيد الزيادة ممن يتحمل. تفضل. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب قال قال عمرو حدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الأمر نفس عمرو الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو عمرو بن الحارث المصري. وعمرو بن الحارث المصري هذا روى عنه هذا الراوي اللي هو ابن وهب وروى عنه أيضا الدراوردي اللي هو إيش عبد العزيز محمد الدراوردي. وعبد العزيز محمد الدراوردي حسن الحديث وبالتالي فهو لا يعني لا يقوم يعني أقصد عمرا هذا لا يقوم من مقام من يتحمل مثل هذه الزيادة. الحديث صحيح بدون هذه الزيادة وبالتالي لا حاجة إلى هذه الزيادة. الآن هناك ما يعني طيب نقرأ الذي بعده ولا لا اللي بعده إيش نتكلم في نفس نفس الحديث وبدون الزيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأثرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. هذا الإسناد ليس وهو أقوى من الإسناد السابق إلا أن حجاج بن دينار هذا قال فيه ابن حجر لا بأس به لكن ولذلك شيخنا قال فيه أظن حسن صحيح إيه لكنه قد يستحق ثقة لأنه إن تكلم فيه البعض إلا أنه وثقه جماعة كما ذكر الذهبي قال وثقه جمع أو وثقه الناس وثقه مجموعة من الناس فهو ثقة وحاله أحسن من حال عمرو بن الحارث المذكور سابقا المصري. نحن نتكلم الآن عن من روى عنه والكلام الذي قيل فيه في التهذيب وليس في التقريب تمام. ونريد هذا الذي يروي عن عنه ابن وهب والذي يروي عن سعيد بن أبي هلال. على كل حال هناك سؤال هذا الدعاء هل يقال بعد الوضوء؟ ورد ايش اللي ورد؟ صحيح صحيحة؟ يعني بأمر يكتنز له الجملة يعني ايش؟ ايش؟ لا ما هو بعد هذاك اللي قال اشهد ان لا اله الا الله يصل به صحيح عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صحيح يعني قرئ يعني في المعنى في المعنى نعم من توضا فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم طبع بطابع فختم عليه فلا يكسر الى يوم القيامه. اذا هذا من فضائل هذه كلمه بعد الوضوء اذا تقال هذه كفاره المجلس تقال ايضا بعد الوضوء ولعلها ايضا تكون كفاره لما يكون من نقص في الوضوء فالله اعلم. يجمع بين ذكرين نعم اي طبعا يجمع لان كل واحد منهما له فضله يعني الاول لما يقول من قال اشهد من قال احيانا من توضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه او كما قال صلى الله عليه وسلم شيخ هذا الحديث اي فلماذا يقصر فمن قال هذا وقال هذا الاصل ان له الفضل في هذا وفي هذا والله اعلم. طيب على كل حال إذن وصلنا في هذا أنه كفارة المجلس مشروعة
يقولها الإنسان عند الانتهاء من المجلس. بعض الصحابة وبعض السلف كان إذا كان مع أخيه فلا يفلت يده منه حتى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا فيه مذاكرة لسورة من يعني من أجمع السور للمعنى، حتى قال الشافعي رحمه الله لو فكر فيها المسلمون لكفتهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع الحديث والحذر من الناس. تأكدت من الحديث؟ تأكد من الراوي عن الذي يروي عنه ابن وهب. نعم ألا ولا أغلق الأب كنا جمعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الحديث والحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب في هذا الحديث عن حسين بن محمد عن إسرائيل قال: الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث يقول باب رفع الحديث من المجلس، يعني يكون مجلس بين اثنين أو بين جمع من الناس ويأمن بعضهم بعضا على هذا الحديث، فإذا خرج نقل الحديث، يمكن أن ينقل الحديث على وجهه لكن في أثناء المجلس ذكر فلان من الناس لمصلحة من المصالح حذر منه، فإذا نقل الحديث إلى من حذر منه فهذه نميمة، أو أنه ينقل عن شخص ما أنه فعل فعلة غير جيدة فيأتي وينقل الحديث لآخر سليم الصدر له فيغر عليه صدره. الأصل في المسلمين أن يحافظوا على سلامة صدور بعضهم على بعض وعلى سلامة صدورهم على غيرهم. فمثلا لي أخ مثلا من الإخوة وآخر، فأحافظ ما استطعت على ألا أوغر صدر أحدهما على الآخر، بل على العكس لو جاء واحد وأراد أن يوغر صدره ماذا أفعل؟ أنصره. لما تأخر كعب بن مالك فقام رجل من الأنصار السلام فقال ما أخره إلا النظر في عطفيه، أو كما فقام أظن يعني قام واحد من أصحابه فقال: كذبت والله يا رسول الله، ما نعلم أو بئس ما قلت. ها ماذا كنت دخشم الذي يتكلم يعني آخر. لا فقال: بئس ما قلت والله ما نعلم عليه إلا خيرا. هذا إيش؟ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نافح هذا الصحابي عن أخيه، لأن هذا الشيء سيغر الصدور، مع أنه فعلا غاب وتأخر، لكن ينبغي أن لا أغر صدره. فإذا أوغر إنسان صدره ماذا أفعل؟ أحاول أن أذهب هذا وحر الصدر أو وغر الصدر. جميل. لكن هذا الحديث نعم ثريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير، لأن الحديث من حديث محمد بن يحيى الدهلي، ولكن زهير عن حسين عن محمد، يعني زهير شيخ آخر في الحديث، ما قال أبو الوليد، ما قال الوليد فقط، وإنما نسبه، يعني بيّن من الوليد من رواية زهير، وهو الوليد ابن أبي هشام. الوليد ابن أبي هشام هي ضعف فيه جهالة، لأنه ما روى عنه غير إسرائيل، روى عنه غير إسرائيل. شوف تأكدوا من إذا كان روى عنه غير إسرائيل. على كل حال قال فيه ابن حجر مستور، يعني
فقط إسرائيل روى عنه. نعم. وبالتالي فيبقى مجهول العين. قال فيه ابن حجر مسور وعن زيد بن ابن زائد. إيه. قال فيه ابن حجر مقبول أي عند المتابعة ولا فلين. إذن الحديث إسناده إيش؟ ضعيف. لكن زيد بن وائل هذا روى عنه الوليد بن وإسرائيل أيضا. يعني زيد يونس بن إسرائيل. يونس بن إسرائيل أظن. أو عفوا إسرائيل بن يونس. يعني روى عنه هذا المستور أو الضعيف وروى عنه أيضا إسرائيل. فإسرائيل في الحديث السابق عن الوليد ولكن ذكروه أيضا عن شيخ الوليد يروي. لكن مع ذلك فهذا لا يرفع الإشكال. ليش؟ لأن الوليد هذا ضعيف. وبالتالي فإذا روى عن الراوي ضعيف وثقة وليس فيه توثيق معتبر فإنه يبقى إيش؟ يبقى ضعيفا. لذلك قال فيه ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة فلين. ولكن الحديث في الجملة يعني المعنى من حيث الناحية يعني من حيث الشرع المعنى مطلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب، حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت أو البكري. نعم، هو البكري، أنا أخطأت. فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان. فتلبث لي، قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه. حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال: فأوضعت فسبقته. فلما رآني قد فتته انصرفوا وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. باب في الحذر من الناس. هل الحذر من الناس يعني يعد مثلبة في الإنسان؟ الجواب أن لا. مر معنا أو مضى معنا أن المؤمن غير كريم، تكلمنا عن هذا الجانب، يعني أنه يحمل الناس على أحسن الأحوال وعلى حسن الظن، لكن هذا على الظن فيهم. أما على التعامل معهم فإنه إن بدر من الإنسان ما يريبك فلك أن تحذر. وهذا الحذر لا يعني الحكم على الناس بالسوء، لا يعني الحكم على الناس بالسوء. وفي هذا الحديث، طبعا هذا الحديث فيه يعني عيسى بن معمر فيه ضعف، قال فيه ابن حجر لين الحديث لم يروي، وكذلك شيخه فيه كذلك الجهالة، وبالتالي قال فيه مستور. نعم، عبد الله بن عمرو بن الفغواء هذا مستور. لكن عمرو بن الفغواء ما هو عمرو رضي الله عنه؟ جميل. فهذا الحديث فيه ضعف. وفي هذا الحديث كلمة قال: أخوك البكري ولا تأمنه، يعني كأنه يقول له: لا نريد أن نؤذي الرجل. ها؟ فمثل أن يقال: فلان على خير وكذا، لكن عليك أن تحذر. هذا معنى البيت،
أخوك البكري، يعني الأخ الأكبر عادة يكون أحرص على أحوال إخوانه ويهتم بهم، وربما إذا نقصت نفقتهم أنفق عليهم. ماذا تريد أكثر من الأخ البكري؟ الأخ الأصغر ربما ما يهتم، لكن أخوك البكري ولا تأمنه، تمام؟ ففيه عدم إساءة ظن وفيه إيش؟ حذر. فإذا نجمع بين هذا المثل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمثل مثلا الأمثلة على فرض صحة الحديث، لكن الحديث لا صح والمعنى مطلوب. يعني حرص ولا تخون. ولا تخون، ماشي، هذا مثال سوري وجيد. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا الحديث أوضح في الباب وفي المطلوب، وذكروا لهذا الحديث مناسبة، وهو أنه وقع رجل في الأسر وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو اعتقه من الأسر فك أسره أنه لا يعود، فرجع إلى مكة فهجى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حضر في أحد فأسر، فأراد أن يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فجاء هذا الحديث: لا يلدغ مؤمن أو المؤمن من جحر مرتين. إما أنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إيش الفرق بين الثنتين؟ هي روايتان. لا يلدغ المؤمن نفي، نهي. لا يلدغ المؤمن نهي، بينما لا يلدغ المؤمن خبر، وهو خبر يفيد أيضا النهي أو وصف لحال المؤمن الفطن. ولكن ذكر البيهقي، أورد هذا في سننه الكبرى، وذكر أن فيه ضعفا وأنه مشهور عند أهل المغازي، لكن لا يكفي أن يكون مشهورا عند أهل المغازي، فنكتفي بهذا الحديث. كيف نفهم هذا الحديث؟ مثل ما في الحديث الضعيف ذاك، يعني واحد جئت وشاركته في المال وأخذت عليه العهود والمواثيق، في نهاية الأمر قصر، أو أنه ما سدد ما عليه، أو أنه فعل وفعل، يأتيك مرة ثانية يقول: خلاص المرة هذه يعني لا، لن أفعل، فأنت غير مطالب بإعادة الكرة حتى تجرب مرة أخرى. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. يعني يدل على سرعة النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم حاجته إلى العصا، كمن يعني يسرع في الصعود إلى الجبال وكذا، فتستغرب بسرعته فتجده وإذا بما هو معه ما يعني يستند إليه من العصا وكذا، فهذا احتمال قوي يعني في معنى الحديث. والاحتمال الآخر أن تكون هيئة المشي كهيئة المتوكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن معاذ بن خليف، حدثني عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. هذا يعني طبعا في هدي الرجل، الهدي يعني ما يظهر عليه في سمته، في جلوسه، في مشيه، من ذلك المشي. وهذا الحديث فيه أنه كأنما يهوي في صبوب، أو كأنما ينحط في صبب، كما جاء في بعض، كأنما ينحط من صبب، يعني في السرعة، فهو يمشي لا ليس في نزول. الذي يمشي في نزول كيف يمشي؟ يسرع في المشي. فالذي يمشي بغير نزول ويسرع في المشي تتصور أنه إيش؟ أنه كأنه ينزل. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي قليلا قليلا، وإنما كان يعني يكسب الوقت للمشي، لكن بشرط أن لا تكون المشية مباعدة عن السكينة والوقار. هناك من الناس من يمشي يعني حركته تباعد عن السكينة والوقار، لا، المشية وقورة وليس فيها مخالفة السكينة والوقار. نقف عند هذا ونأخذ بعض
الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.